حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه دوسي دي شروق شيرين، وكيما العاده وبكيفيه جديده ان شاء الله نديرها معكم. حبيت ندير اليوم لاير كيك بالكيت كات. دونك لهذا لاير كيك نحتاجو كريمه خفيفه، نبدلو شويه، ماشي دائما غاناج ولا ماشي دائما كريم شانتيي. ندير معكم كريم موسلين وشوكولا. دونك عندك مقادير تاعها خفيفه بزاف، وكي تولي ديريها ما تستغنيش عليها صراحه، عندها بنه خياليه. اما بالنسبه للجينواز، انايا كنت حضرتها من سابق، هيا معكم حضرتها وبردت وقطعتها هكايا دوائر، يعني كما كتشوفي هنايا قطعتها بقطر صغير. بون خديت هنايا تاني تاندي هنايا سير، وكنت حضرته تاني من قبل باش نشرب به البسكوتشو تاعي. وهنايا عندك هذوك الاطراف تاع البسكوتشو، ما حبيتش نرميهم كما راكي تشوفي، نحتاجهم ندير بهم ديسير ولما لا. نمر نوريكم المقادير تاع الكريمه تاعنا ونبدا ان شاء الله كيف كيف. بالنسبه للمقادير تاع الكريمه، نحتاجو هنايا 500 مليلتر تاع حليب، عندك هنايا 100 غرام تاع السكر، عندك 70 غرام تاع مايزينا. هادوما الثلاث حاجات اللي تحتاجيهم للكريمه. ومن بعد كي طيب لك بيان سور تغطيها وتخليها تبرد. ومن بعد باش نطلعوها، عندنا نطلعوها بالزبده. خديت انا 120 غرام تاع زبده، وخديت 120 غرام تاع شيكولا ندوبوها بيان سور. اما بالنسبه للتزيين، انا خديت كيت كات معكم هنايا، دونك نبداو ان شاء الله كيف كيف. اول حاجه نبداو بها هي الكريمه باش تبرد لنا بيان سور، باش نقدروا نمونطيوها. دونك ناخذ هذيك 500 مليلتر تاع حليب، نديرها داخل الكاسرونه. على نار هاديه ناخذ هذيك 100 غرام تاع السكر، نزيد معاهم 70 غرام تاع مايزينا، نصفيها المايزينا بيان سور وندير بارد في بارد، نحركهم ومن بعد باش نبدا نخلط فيه. حطها هنا في ريسيبيانتي، تحسيها كريمة خفيفة هايلة. عندك هنا تغطيها ببابي فيلم، تخليها كونتاكت مع بابي فيلم. تخليها حتى تبرد وتجمد، من بعد هذيك الساعة نطلعوها إن شاء الله على عبارة على كريمة هكذا حتى تبرد ونرجع معكم. هنا الكريمة بعد ما بردت طلعوها. موباتور لو نطلعوها، نضيف نصف كمية تاع الزبدة، نضربها هي تاني. بعد نزيد نص كميه تاع الشوكولاتة اللي تكون
دايبه بيان سور. هكايا بعد ما ضربناهم كامل كيف كيف تحصلوا على كريمه خفيفه كما كتشوفي. لا بوش ادوي نبدا نمونطي معكم الطارطه تاعي. كما قلت لكم لا جينواز شوف لي خديتها فريمون خفيفه هايله. دونك اول حاجه نبداو نشمخوا في البسكوت تاعنا. تقدري ما تشمخيش خاطرش لا جينواز تاعك تكون خفيفه. انا غير مجرد حبيتها زياده. تن هنايا راهي واجدة معاكم كما كتشوف فيها. ناخد شوية شوكولاتة تكون دايبة ديرها غي شوية من الفوق.
هذا هو الشكل النهائي تاعنا تاع الطرطة. جات بزاف حلوة، يعني شوكولاتة في شوكولاتة. وش نحكي لكم، بنة وحتلتم. اتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. بلا ما تنساو حبيباتي الاشتراك والتدعيم في القناة حتى يوصلكم جديد ان شاء الله. يلا نقولكم السلام عليكم.